خليه الضلمة نور، خليهم يعدوا السور، كان منعهم يشوفوك يا يسوع. املأ قلوبهم سلام، حول خوفهم امان، انت ملك الملوك يا يسوع. خليه الضلمة نور، خليهم يعدوا السور، كان منعهم يشوفوك يا يسوع. املأ قلوبهم سلام، حول خوفهم امان، انت ملك الملوك يا يسوع. زمان وسابوك، ولما تعبوا احتاجوك، راجع انا وبدور عليك. مهتم بكل اللي تاه واللي ضاع في الحياة، واللي تعبان ينادي عليك. مشيوا زمان وسابوك، ولما تعبوا احتاجوك، راجع انا وبدور عليك. مهتم بكل اللي تاه واللي ضاع في الحياة، واللي تعبان ينادي عليك. هما تأخروا كده ليه؟ من ساعة ما سابوني في البرية وراحوا أورشليم. أنا قلت لهم بلاش أورشليم. جنود روما مليين المكان كله. بس أعمل إيه؟ أوامر الزعيم. نسيب البرية ونروح أورشليم. يبقى نسيب البرية ونروح أورشليم. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ استنى بس أخد نفسي. إحنا خلاص كنا هنروح في داهية. جنود روما كانوا هيمسكونا. إيه ده؟ طب وبعدين؟ كنا خلاص المأمورية بتاعتنا، وتأكدنا إن كهنة اليهود هيعدوا من هنا، لكن وإحنا هناك جند روماني اشتبه في ديماس وقال له أنت مين؟
وجاي من انهي مدينة؟ كمل. ها دمسق قال له انا جاي من الجليل. رد عليه الجندي وقال له وايه اللي جابك هنا؟ دمسق قال له انا جاي ازور قرايب ليا هنا، وانا لقيت لك الجندي الروماني امسحها بسيفه لانه تأكد ان هو دماس. ايه ده؟ وضرب دماس بالسيف؟ لا هو سحب سيفه بس انت عارف دماس بقى خفيف الحركة، ام بعد عنه الجندي ونزل على الارض، جاب خشبة كبيرة ونزل بيها على دماغه. لقيت لك الدم انفجر زي ما يكون نهر الاردن. طب وانتوا هربتوا ازاي؟ حصل هرج ومرج وابتدت الجنود ان هي تتجمع. كمل. دماس كان معاه كيس من الفضة، صرخ في الشحاتين اللي كانوا موجودين في الهيكل وقال صدقة مجانية صدقة مجانية. لقيت لك الشحاتين كلهم اتجمعوا، قام رمى دماس الكيس الفضة وكل الشحاتين اتجمعوا، في منهم اللي اداس تحت رجلين وخيول الفرسان، لكن النتيجة ان احنا عرفنا نهرب وما حدش حس بينا. يعني انتوا كلكم بخير؟ مفيش حد جاي وراكو؟ ما تخافش، احنا اخدنا ممرات صخرية علشان ما يكونش لينا أثر، ثم ان جنود روما يخافوا يخرجوا خارج أسوار أورشليم. هم جنود روما دول بيخافوا من حاجة؟ ما تبقاش جبان، جنود روما يخافوا يخرجوا برا أسوار أورشليم إلا بعدد كبير. الموضوع مش موضوع جبن يا إفرايم، بس اللي احنا بنعمله ده عقوبته الصلب. كل شغلانة وليها مخاطرها. ثم انت خايف من الصلب ولا ايه؟ طبعا خايف. هو في حد في اليهودية دي كلها ما بيخافش من الصلب؟ طبعا في. مين بقى؟ دماس ما بيخافش منه. دماس؟ دماس ده مجنون. انت اللي شكلك اتجننت. انت عارف لو دماس سمعك بتقول الكلام ده هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ ابدا يا اخوي، هيخليك تتمنى الصلب من اللي هيعمله فيك. اوعى تقولي الكلام ده ولا حتى في خيالك. ماشي. طيب كل حاجة تمام؟ ركيت النار اهي، وادي الجلبية القديمة، وادي المخابئ بتاعتنا جاهزة هناك اهي. جميل. واحنا تأكدنا ومن قلب أورشليم ان كهنة اليهود هيعدوا من هنا. كهنة اليهود؟ بقولك ايه يا إفرايم، احنا بنعمل كل حاجة غلط، بنقتل ونسرق متاع أغنام، حتى جنود روما ما سبناهمش في حالهم، إنما توصل إن احنا نسرق الذهب اللي رايح للهيكل؟ لا يا إفرايم اعذرني، ده ما يرضيش الشريعة. ما يرضيش إيه؟ الشريعة. الشريعة. وهي فين الشريعة؟ ما انت عارف قد إيه دماس بيكره الكهنة، وعلى فكرة بقى عنده حق، ما أنا وإنت عارفين اللي فيها، كم عملية صلب ورجم حصلت قدام مسامعهم وأبصارهم، وما طرف لهمش حتى رمش. صدقني يا صاحبي هم يستاهلوا. ما تخافش، جمد قلبك كده وجمد قلبك، وبلاش تتكلم في الموضوع ده قدام دماس، لأن دماس اليومين دول عصبي جدا. عصبي جدا؟ عصبي جدا ليه بقى دماس؟ لأنه بيفكر كتير قوي اليومين دول. بيفكر في مين بقى؟ في يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان؟ النبي اللي عند نهر الأردن بتاع توبوا واعتمدوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. هو ده. دماس ده مش ناوي يبطل يدخلنا في اللي ملناش فيه؟ يمكن فعلا أنا وإنت ملناش فيه، بس إنت عارف دماس بقى ده هيموت ويعرف هل يوحنا المعمدان ده هو المسيح المنتظر ولا لا. دماس اللص البطل اللي عايش في الأوهام، يا أخي اللي يشوف جشعه وطمعه وهو بيقتل ويسرق ما يشوفوش وهو بيتكلم على اليهودية ومجدها السابق. لا يا اخي، كانت زمان اليهودي مننا كان يقدر يعيش وهو رافع راسه. بقولك ايه، اسكت اسكت عشان هو شكله جاي اهو. حد امتى هنفضل تحت ظلم الرومان المتوحشين يسرقوا وينهبوا في خيرات شعبنا؟ لحد امتى هنفضل نتحمل ظلم الكهنة اليهود اللي شايفين الشعب بياسي وهم بيثقلوا عليهم بالناموس؟ ليه يا رب؟
ليه يا رب ما تبعت لناش مسيحك هيخلصنا منهم ويرحمنا من ظل قيصر ورجالته؟ دماس 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 ايه خضتني انت؟ ايه رجعت تسرح تاني؟ سرحان في مين بقى المرة دي؟ إيليا ولا يشوع؟ لا مش إيليا ولا يشوع. يبقى أكيد بتفكر في حاجة نسرقها. ها هنسرق مين؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اللي بيعمد الناس عند نهر الأردن؟ أيوة ده ما حنتهوش حاجة نسرقها. نسرقها نسرق إيه؟ الراجل نفسه حلوة. أنت مش فاهم، أنت مش سامع الناس بيقولوا عليه إيه؟ بيقول لك بياكل جراد وعسل بري وبينام في الصحراء وغطى بالسما. نروح نسرق واحد زي ده؟ أنا قلت نسرق. أيوة هنسرق نبي اليهودية. إيه 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 قلت إيه؟ نبي اليهودية؟ آه طبعًا ما يصحش نسرق نبي اليهودية ودي تيجي عيب. دماس بقول لك إيه؟ ما لناش دعوة بالموضوع ده. إيه دخل لصوص زينا في أمر زي ده؟ هو أنا ما بفهمك برضو ما بتفهمش. إيه ما بفهمش دي قصدك إن أنا غبي؟ أحيانًا. أحيانًا؟ يعني إيه أحيانًا؟ أي يهودي فينا لازم يكون مهتم شوية، لازم يكون مهتم إنه يعرف مصير اليهودية كلها. حفظتني صم. اضحك اضحك زي ما انت عايز. خلي بالك احنا مهما كنا لصوص خطرين وقطع طرق، لكن احنا في الآخر اللي أجدادنا عبروا البحر الأحمر وغزوا الأمم وانتصروا عليهم، حدش قدر يقف قصادهم. لكن دلوقتي تعال اتفرج علينا، بقينا شعب مسلول عبيد للرومان، يسقونا زي ما هم عايزين. ايه ده بتبص لي كده ليه بقى؟ فكرك هكون عارف عنك حاجه ومخبي؟ انا ولا اعرف حاجه من الكلام ده. انا ما كنتش عايش في العصور اللي انت بتقول عليها دي. انا راجل عايش هنا في البريه الواسعه، حر طليق. لا ليا دعوه بقى لا بالرومان ولا بغيرهم. حر طليق؟ قصدك تقول انك هربان؟ اهو تسميها زي ما تسميها، المهم ان سكتنا واحده يا صاحبي. الجحيم يا صاحبي. هيكون فين غير الجحيم؟ قول لي بس نفسك في ايه واحنا نعمله لك. قول نفسك في ايه، كنت بتفكر في مين؟ قول بس. عايز اروح اشوف يوحنا المعمدان. وماله نروح نشوف؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت قلت ايه؟ بقول يعني الظاهر انه يعني شكلك اتجننت يا ديماس ولا ايه؟ شكلي اتجننت؟ يعني مش اصل ما اقصدش بقى. شوف لما اقول لك انا هشوف المعمدان يعني لازم اشوف. وانتو؟ لا 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 لازم تشوفوه معايا. ايوه ايوه اه ماشي ماشي هنشوف. اقول لكم ايه، ميعاد وصول الغنيمه قرب، انت تقف الناحيه دي اما يجوا تدينا الاشاره. اتفضل. وانت نفس الكلام الناحيه التانية. بس هو زعيم كان عايز يورينا حاجه. مش وقته. يلا يا حبيبي يلا اتفضل اتفضل. دماس براحه شويه على الرجاله، مش الطريقه دي. الرجاله كده تتمرد عليك يا جدع. اتجننت ولا ايه؟ يتمردوا عليا؟ ايوه طبعا. فوق بقى من الاحلام اللي انت عايش فيها دي يا دماس. وين ما فوتش هيحصل ايه؟ ولا حاجه. سكتنا برضه واحدة يا صاحبي. هو في غيره؟ الجحيم يا صاحبي. أكيد الجحيم. قول لي بقى سؤال معلش، لو المعمدان ده طلع هو المسيح هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ أيوه هبقى أول جندي في جيشه وشعبنا كله هينضم ليه. شعبنا شعبنا ده أنت عارف إن مفيش منه فايدة، وأنت عارف اللي فيها وأنا عارف. يمكن يكون عندك حق. أجدادنا تعبوا موسى مع فرعون، تعبوه في البرية، عبدوا العجل الذهبي لحد ما خلوا موسى يكسر وحي الشريعة ويتحرم من دخول أرض الموعد. رجعوا سابوا يشع مع عدد قليل جدا من الجنود، باعوا داود لأبشالوم ابن، رجموا أرمية ونشروا أشعية. شفت أهو؟ أنت عارف أنا فاكر لما كنا أطفال لقطاء. لقطاء؟ صغيرين كده حلوين، كنا بنجري في الشوارع، كانوا ياخدونا في الهيكل المقدس يعلمونا الشريعة. وساعتها عرفنا الحياة المرة، عرفنا ان شعبنا ده عمره ما هيرجع عن الشر. لكن ده مش معناه ان احنا نستسلم. وإلا تبقى ايه هي فايدة الحياة؟ نتولد ناكل ونشرب نقتل ونموت.
تفتكر هي دي الحياة اللي الله عداها لينا لشعبه؟ يعني ما افتكرش ان هي دي الحياة، بس اللي انت بتقوله ده فلسفة جميلة ايها اللص الفيلسوف. اسمع بقى فلسفة الدنيا، انا وانت عارفين ان الحياة اللي زينا قصيرة قوي، وانا وانت كمان عارفين ان احنا ممكن ما نشوفش شمس بكرة. يبقى نعمل ايه بقى؟ نستمتع بالنهاردة. ايوة نستمتع بالنهاردة. خد اسمع بس، انا هقولك دنانير فضة نساء. ايوة نساء، مالك قلقت ليه؟ ما تخافش دول حلوين. خمرة معطقة، هي دي الحياة يا دماس، هي دي، عيش فيها بقى واستمتع بيها. وخليك حكيم شوية مع الرجالة، ها؟ عشان انت عارف مش بسهولة بنلاقي رجالة اليومين دول. الحرامي اللي عنده ضمير خلاص بقى عامل زي عملة قيصر، بصعوبة بنلاقيها. فكر. موافق. ايوه كده، هو ده دماس اللي انا عرفته. طب خلاص هتوقعني لص، انما بطل راجع الخطه كويس. امرك يا ريس. لو التزمنا بالخطه المره دي هنرجع بغنيمه كويسه قوي. يلا. كهنه اليهود وصلوا. طب يلا كل واحد فيكم على مكان. امرك يا ريس. ما قلتلك يا رئيس الكهنة، ده حتة راجل غلبان فقير قاعد يتدفع على نار في البرية، وقت اتأخر والليل دخل والبرية ما تطمنش أبدا. ما تلاقش يا رئيس الكهنة، أنا رأيي إن اللص مهما كان ما يقدرش يقرب من الكهنة ورؤساء الكهنة. محدش عارف اللصوص دول بيفكروا ازاي. لازم نوصل اورشليم وبسرعة. حاضر حاضر رئيس الكهنة، بس الرجالة تاخد نفسها شوية وبعدين نكمل الطريق لاورشليم على طول. قلتلك قبل كده محدش عارف المجرمين دول بيفكروا ازاي. يا ترى ايه اللي يخلي واحد عجوز غلبان زي ده قاعد في البرية هنا لوحده؟ سؤال في محله يا رئيس الكهنة. انت يا راجل انت. خير خير يا ابني. انا مش ابنك، ايه اللي معادك هنا؟ انا راجل عجوز غلبان، ولادي زهقوا مني وعايش في البرية لوحدي. معكش صدقة ليا؟ صدقة؟ آه. لا معيش اي حاجة من الصندوق اللي هناك ده. صدق ولادك عندهم حق يرموك هنا، عجوز تلم فعلا. ولا انت معكش صدقة ليا؟ اوعى حتى تفكر انك تلمي ثيابي دي، سامع؟ المي ثيابك؟ لا ازاي؟ ده انا يعني ابقى غلطان لو لمست ثيابك. انا مش هلمس ثيابك، انا بس همسك رقبتك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولد نزل سلاح. انت عارف انت ماسك مين يا ولد؟ عارف عارف ومراقب كل تحركاتكم، ولو سلاحه منزلش هطير رقبته. لا 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 لا، نزل سلاحك، نزل سيف. لكن يا رئيس الكهنة. لكنش، تعال حط رقبتك مكاني وقول لكن. ها نزل سلاحك، نزل. يلا رجالة رجالة. انزل 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 تمام. انزل على دماس. دماس اللص المشهور. غلط غلطت غلطة كبيرة قوي يا دماس، هتدفع تمنها كتير قوي قوي. انا فعلا غلطت. عارف غلطت ليه؟ غلطت عشان انا هسيبك تعيش. اثبت مكانك. ولا حركة ولا حركة. ارفع الصندوق. ولا حركة ولا حركة. ها مسيرك هتقع في ايديا يا دماس، مسيرك هتقع في ايديا يا دماس.
اديك قلتها، احنا في انتظار المسيح، وانا واثق ان يوحنا ده ورا سر، وسر رهيب كمان. انت ليه بتقول كده؟ لانه انسان مش عادي. مفيش انسان عادي بيلبس وبر الابل ومنطقة جلد واكله جراد وعسل بر. انا معاك في دي، محدش من انبيائنا كلهم عمل الامر ده. والاغرب من ده كله ولادته. ولادة يوحنا كانت غريبة جدا. ازاي؟ انا سمعت ان ابو زكريا الكاهن وزوجته اليصابات ما كانش ليهم ذرية، لان هي كانت عاقة. وفي يوم كان زكريا بيبخر في الهيكل المقدس، وظهر له الملاك جبريل عشان خاطر يبشر بولادة يوحنا. ومن يومها وزكريا خرج من جوه الهيكل اخرس. ايه؟ زكريا الكاهن اتخرس؟ ليه؟ بيقول انه ما صدقش كلام الملاك جبرائيل، لانه كان شيخ عجوز ومتقدم في ايام عمره، واليصابات زوجته كانت عاقر وكبيره في السن. والشك وعدم ثقته في كلام الله قال له الملاك انه هيفضل صامت لحد يوم ولاده يوحنا. ولما اتولد يوحنا اتكلم؟ لما اتولد يوحنا جم قرايبه جيران المولود عشان خاطر يسموه، فكان رايهم ان هم يسموه زكريا على اسم ابوه، لكن اليصابات اصرت ان اسم المولود لازم يبقى يوحنا. فاستغربوا جدا، لان محدش من عشيرته كلها كان اسمهم يوحنا. فسالوا زكريا، فجاب لوح خشب وهو بيكتب اسمه اللي هو اختاره لابنه، صرخ يوحنا يوحنا. وكبر يوحنا وبقى سر ولغز كبير من الغاز اليهودية. كل شيء هيتعرف عنه قريب. انا سمعت من مصادر من قلب الهيكل المقدس ان الكهنة ورؤساء الكهنة مصرين يعرفوا يوحنا ده يبقى مين. ما هو ده اللي جايبني هنا عشان احضر المواجهة دي واعرف الحياة فين. صعب تعرف الحياة فين. الكهنة بيحاربوا يوحنا ومش عايزين يعترف ان هو نبي، في نفس الوقت مش قادرين ينكروه. عارف ان الموضوع شائك وملخبط، لكن لازم الحقيقة تبان. يا اما هتعمد على ايديني مع ميدان، يا اما مش هاجي البرية دي تاني. ايه؟ انت ناوي تتعمد على ايدين يوحنا؟ ليه لا؟ مألوف اتعمدوا على ايدين يوحنا، هيكونوا احسن مني. بالعكس، انا حاسس ان ايمانهم بمعمدان بقى احسن مني. بس الكهنة بيقولوا ان معمودية يوحنا مش مفهومة ومش مفهوم سببها، فغلط ان الواحد يتبع حاجة وهو مش عارف. الكهنة دول مش الله، ولو يوحنا كان نبي صحيح يبقى لازم نتبعه، ولا كلامي غلط؟ هو مش غلط، بس ايه ده؟ مش ده ديمس؟ هو، لكن ايه اللي جابه هنا؟ معرفش، لكن تعالى نمشي من هنا احسن، انت عارف هم شرانين قد ايه. مش قادر افهم انت ازاي اقنعتنا نيجي هنا. رجالة تعالى، لو حد جه وشه مش مرغوب فيه ادوني الاشارة على طول، وانتوا عارفين خطة الهروب. تمام. انا زيك بالظبط، هتجنن واعرف الحقيقة فين، لكن مش معنى كده ان انا اعرض حياتي للخطر. انت ليه مصمم على موضوع المعمدان ده؟ عشان انت قلتها، لازم نعرف الحقيقة فين. مسيا مسيا ده الامل الوحيد اللي احنا عايشين عليه. انزع الاحلام دي من دماغك يا ديماس، انزع الاحلام. انت نسيت احلامين؟ احنا شوية حرامية قطاع طرق في البرية، بنسرق اي حاجة وكل حاجة، بنسرق حتى الدهب اللي رايح للهيكل المقدس مع الكهنة. كهنة؟ انت بتسمي دول كهنة؟ دول كهنة الشيطان، دول بيدعوا التدين والتمثل بالناموس، وهم ابعد الناس عن تنفيذه. يا ويلهم في اليوم الاخير. واحنا يومنا الاخير هيكون ايه بقى؟ انا وانت سكتنا واحدة يا صاحبي، الجحيم. الجحيم يا صاحبي؟ ايوه. يبقى سيبك بقى من الكلام الفارغ ده، وتعالى بقى نرجع بيتنا البرية الواسعة. انا بقيت حاسس ان البرية دي بقت خرم ابرة. انا موافق اعيش في خرم ابرة، على الاقل بعيش مبسوط، وعلى الاقل خرم الابرة ده بيعدي الجمل، احسن مجنود روما يمسكونا، وساعتها هتبقى نهايتنا. انا محدش هيمسكني حي ابدا. اوه، هتعمل ايه بقى؟ هحارب للنهاية. تحارب ايه بس؟ بقولك ايه يا ديماس، لو انت مش خايف على حياتك وما عندكش حاجة تخسرها، فانا خايف على حياتي ومش عايز اموت. ماشي؟ ومش عايز اموت بقى كمان برا اسوار اورشليم زي اي انسان ناجس. هدي نفسك دلوقتي، المعمدان يجي وهنعرف بيقول ايه، وساعتها اوعدك ان احنا هنرجع للبرية ونرتاح كلنا. اتفقنا؟ ها؟ اتفقنا. هو ده. يلا. ايه
الوضع بقى خطر قوي. الشعب مش سامع لنا خالص وماشي ورا يوحنا المعمدان ده وبدعوا. انا هعمل ايه يا رئيس الكهنة؟ انا وقفت في الهيكل المقدس وقعدت اصرخ بعلو صوتي ان محدش يتبعه لانه نبي مزيف. اياك تعمل كده. لكن يا رئيس الكهنة. اياك، انت كنت هتودينا في داهية. الشعب بيعتبر يوحنا ده نبي عظيم من انبياء اليهودية، الالوف بيمشوا وراه وبيتعمدوا وراه وهم فاقدين الرشد والوعي، وانت بقى جاي تقول انه نبي مزيف. اشكر يهوى العظيم ان هم ما شدوكش ونزلوك من على المنبر وخرجوك برا اورشليم ورجموك بالحجارة. الشعب بيعتبر يوحنا ده نبي عظيم من انبياء اليهودية. لازم نعالج الامر بالحكمة مش بالصراخ والتهديد، فاهم؟ فاهم فاهم رئيس الكهنة، بس انا هعمل ايه دلوقتي؟ نفضحه ونبين كذبه ونشكك الناس فيه وفي دعوته دي. انا بعت التلميذ ليا عشان يناقشه ويفضحه قدام الشعب. هو ده احسن حل. اسمع، انا هرجع اورشليم دلوقتي وهسيب لك انت المهمة الصعبة دي. بلاش تهور واندفاع، وافتكر ان الاقناع مش بالصراخ والتهديد، فاهم؟ فاهم رئيس كهنة، فاهم. سلام. سلام. شجاع قوي رئيس الكهنة، كل مصيبة يسيبنا حلها ويقول لي افتكر كويس ان الاقناع مش بالصراخ والتهديد. سلام. اتأخرت ليه؟ اعمل ايه؟ الطريق من هنا اورشليم طويل قوي. خلاص خلاص، فاهم وعارف كويس هتعمل ايه مع المعمدان. ما تقلقش، انا مش هسيبه لحد ما اعرف هو مين. لازم يجاوبني قدام الشعب ده كله. وبعدين ما تخافش عليا، انا تلميذك برضو. اهو جاي اهو، والجموع محيطة بيك العادة. توبوا واعتمدوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. توبوا واعتمدوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. توبوا واعتمدوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. يا أولاد الأفاعي، يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. اوعوا تفكروا في نفسكم أن لنا إبراهيم أبا، لأني بقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل كل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. واحنا نعمل ايه عشان ما نقطعش ونلقى في النار؟ اللي عنده ثوبان يعطي اللي ملوش، واللي عنده طعام يعطي اللي ما عندوش. وانا يا سيدي عشار، والعشارين اللي زينا ممكن يعملوا ايه علشان يكونوا شجرة مثمرة؟ ما تستوفوش اكتر من اللي فرض ليكم. واحنا جنود رومان، مهمتنا مليانه شده وعنف وقتل، نعمل ايه عشان ما نقطعش ونلقى في النار؟ ما تظلموش حد، ما توشوش بحد ظلم، وانتوا بكده هتكونوا شجره مثمره. واكتفوا بعلائفكم. يوحنا المعمدان نبي البرية العظيم، نحب نسألك شوية أسئلة وعايزين إجابات محددة. هل أنت المسيح ابن داود؟ أنا مش المسيح ابن داود المنتظر. إيليا، أكيد أنت إيليا النبي العظيم. وأنا بقول لكم إني مش إيليا ولا يشوع ولا غيرهم.
إذن أنت نبي. طب قل لنا إيه هي رسالتك؟ وإيه الهدف من كونك نبي؟ وأنا مش نبي. مش أنت المسيح ابن داود ولا إيليا؟ أمال أنت مين؟ طب نقول إيه؟ نقول إيه الرؤساء الكهنة اللي بعتونا عشان نسألك؟ نقول لهم إيه عنك؟ قول لهم صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرق سهلة، ويبصر كل بشر، كل بشر خلاص الله. ايه الكلام الغريب ده؟ مش مفهوم، مش مفهوم ابدا. دم الناس دي كلها عليك يا يوحنا، دم الناس دي كلها عليك يا يوحنا. انا بعمدكم بماء، لكن اللي هيجي بعد من هو اقوى مني، ان انا مش اهل اني احل سيور حذائه. هو ده اللي هيعمدكم بالروح القدس والنار، اللي هيجمع قمح للمخزن. أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. تقصد مين؟ أنا معرفوش، أنا معرفوش، لكن اللي أرسلني قال لي اللي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو لسه أعمدكم بالروح القدس. هو ده، هو ده اللي انا هشهد له انه ابن الله. هو سحبر الله لسه ارفع خطية العالم. هو ده اللي قلت عنه هيجي بعد رجل هيكمل قدامي، وعلشان يظهر لإسرائيل أنا جيت أعمد بالماء، وأنا دلوقتي بشهد أن هذا هو ابن الله. يوحنا، أنا جيت من الجليل لنهر الأردن عشان أعتمد منك. يا سيد أنا محتاج أن أعتمد منك، وإنت جاي لي أنا عشان أعمدك. اسمح الآن يا يوحنا أن أعتمد منك، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. الطريقة بقى دي كده مش هتنفع، احنا بالطريقة دي هنوصل للصلب قريب، واحنا بقى مش غاويين شعلاقة. جنود الرومان قلبين علينا الدنيا، جواسيس الكهنة بيحاولوا يعرفوا مكاننا، وخصوصا انت يا ديماس. صحيح، انا سمعت ان هم حاطين مكافأة كبيرة للي يرشدهم عن مكانك يا ريس. بالراحة يا رجالة، هدوء، مش طريقة تفاهم دي ابدا. احنا انتهينا خلاص، جنود الرومان بيدوروا علينا في كل حتة،
وجواسيس الكهنة، حراس المداخل والمخارج بتاعت كل المدن اللي حوالينا حفظوا وشوشنا. احنا قربنا نبقى مسجونين هنا في البرية. قربنا نكون مسجونين؟ احنا فعلا مسجونين في البرية، وانت السبب يا دماغ. لو انا السبب ما تكملش معايا، والطريق مفتوح قدامك للخروج من جماعتنا، والكلام ده مش ليك لوحدك، ده للكل. بالراحة بالراحة يا دماس، على الراجل. الراجل اكيد ما يقصدش يا جدع. هو اكيد ما يقصدش. علمه ازاي يتكلم مع دماس. حاضر يا دماس. صحيح يا فرايم، انت تقصد ولا ما تقصدش؟ لا ما اقصدش يا دماس، حقك علي. ايوه كده. لا يا عقوب، لا، المكان هنا خطر جدا ان احنا نيجي لحد هنا. عارف يا سمعان، بس انت عارف المعلم والعزر برضو بيته كان مفتوح لينا دايما. لكن معنى كده ان بيننا وبين اورشليم 15 غلوة بس، وانت عارف الكهنة في اورشليم عايزين يعملوا ايه في يسوع. عارف يا سمعان، عارف، بس انا في ايدي ايه اقدر اعمله؟ نقنع المعلم بخطورة الوضع هنا يا عقوب. اهدى يا سمعان، اهدى يا عقوب، مفيش في ايده حاجة. ما انت عارف كهنة اليهود عايزين يرجموا يسوع يا يوحنا، والسبب ان اعترف قدامهم انه في الاب والاب فيه. عارف، وقال كمان ان هو والاب واحد. الكلام ده يا يوحنا خلاهم يمسكوا حجارة عشان يرجموه، لانهم اعتبروه مجدف، وخصوصا انه قال الكلام ده في قلب الهيكل المقدس نفسه. طب وانتوا ايه رأيكم في الكلام اللي قاله يسوع؟ انا رأيي زي ما قال، انه في الاب والاب فيه، ولو عايزين يرجموني معاه انا مستعد. وده زي اللي قاله توما بالظبط، انه مستعد يجي معاه هنا لبيت عنيا ولحد اورشليم علشان نموت معاه. يسوع حيرنا معاه. فاكرين لما عرفنا ان العازر مريض وان المعلم عاوز يجي لحد هنا عشان يشفيه، احنا اعترضنا ازاي؟ كان لازم نعترض يا يوحنا، احنا كنا مع المعلم عند نهر الاردن في المكان اللي المعمدان كان بيعمد فيه. الناس هناك كانت بتيجي من كل مكان عشان يشوفوا يسوع ويأمنوا بيه، لدرجة انهم اجمعوا ان كل اللي قالوا المعمدان عن يسوع كان حقيقة. كان لازم يأمنوا. يوحنا كان بيعمد عند نهر الاردن لكنه ما عملش ولا آية واحدة، بس كل اللي قالوا للجموع عن يسوع طلع حقيقي. لكن انا ما زلت مستغرب. احنا سمعنا عن مرض العازر من واحنا عند نهر الاردن، وخبر مرضه وصل للمعلم، ولما سمع قال ان المرض ده ليس للموت بل لاجل مجد الله، ليتمجد الله. ما انت عارف يا يوحنا، يسوع بيحب العازر ومريم ومرسى اخواته قد ايه. لكن العازر مات، يسوع كان عارف انه مات واكمل 4 ايام في القبر، يبقى ازاي المرض ده ما كانش للموت زي ما هو قال؟ انا معرفش. والاغرب من ده يا يوحنا اننا فضلنا عند نهر الاردن يومين بعد ما سمعنا الخبر. يعني لو كان عايز يشفيه كان جه هنا بسرعه. لغز من الغاز المعلم، لكن زي ما تعودنا كل حاجه هتبان في وقتها. فعلا يا يوحنا، اكيد هنفهم كل حاجه في وقتها. لكن انا لازلت مصر على رايي، المكان اللي احنا فيه ده جنب اورشليم خطر على حياته وحياتنا كلنا. الكهنة عايزين اي فرصة علشان يمسكوا المعلم ويرجموه. انت عارف يا سمعان رأي المعلم، ساعة النهار 12، ان احد يمشي في النهار لا يعثر لانه ينظر نور العالم، ولكن ان كان احد يمشي في الليل يعثر لان النور ليس فيه. اكيد هنفهم كل الغموض ده قريب. فعلا يا يوحنا، في غموض عجيب قوي المره دي. حتى لما يسوع قال لنا العازر حبيبنا قد نام لكن انا ذاهب لاوقظه، انا افتكرته ساعتها انه شفاه بقوله اللي يتخطى كل حواجز الاماكن والساعات، لكن يظهر اني كنت غلطان، لان هو رجع بعد كده وقال لنا ان العازر قد مات. عارف، من غير ما حد يبلغه المعلم بيعرف كل حاجه من غير ما اي انسان يبلغه بيها.
طب ليه ما شافهاش العازر من واحنا عند نهر الاردن زي ما شافها ابن قائد المئه وزي ما شافها ابن خادم الملك في قانا الجليل؟ معرفش يا يوحنا، لكن هو قال ان كل الاحداث دي بتحصل يتمجد ابن الله. اكيد هنفهم كل حاجه في وقتها. اسكتوا لحسن مرسى جايه اهي. اهلا يعقوب، اهلا سمعي، اهلا يوحنا. اهلا يا مرثا، اقبلي تعزيتنا فاخوك العازر. متشكرة، اتأخرتم ليه؟ أكيد المعلم انشغل مع الجموع الكتير اللي راحت له عند نهر الأردن. إحنا هنا برضو سمعنا عن آيات كتير، معجزات رهيبة حصلت على إيده. خسارة انه ما كانش هنا، ما كانش اخويا مات. لكن على كل حال انا برضو لازم اشكره، كفاية انه جه لحد هنا بالقرب من اليهودية وهو عارف كويس كانت اليهود منتظرين. لا شكر على واجب يا مرثا، وانا واثق، انا واثق ان المعلم قادر انه يزيل الحزن من قلوبكم. حزن ايه؟ هو في ايه اكتر من الموت في الدنيا دي يا يعقوب؟ في يا مرثا، القيامة في اليوم الاخير، والمعلم زمانه في الطريق، اهو وصل. مرثا يا سيد، لو كنت هنا ما كانش أخويا مات، لكني أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيه الله لك. أخوك هيقوم يا مرثا. أعلم يا سيد، أعلم أنه هيقوم يوم القيامة في اليوم الأخير. أنا هو القيامة والحياة، وكل من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين يا مرثا؟ نعم يا سيد، أؤمن أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. راحت فين مرثا؟ أكيد هتنادي مريم أختها، والجموع بتملى المكان يا معلم، أكيد الخبر هيوصل للكهنة. يا سيد مريم، لو كنت هنا ما كانش أخويا مات. أين وضعته؟ تعال يا سيد. هنا حبيبك العازر في القبر هنا يا سيد. Thank you.
معقولة؟ معقولة اللي قدر يفتح عين الأعمى ما قدرش يخلي العذر ما يموتش؟ ارفعوا الحجر، ارفع الحجر، ارفعوا الحجر. ده بقى له 4 أيام في القبر، أكيد أنت. أنا مش قلت لك إن أمنتي ترينا مجد الله؟ ارفعوا الحجر، ارفعوا الحجر، ارفعوا الحجر. أيها الآب، أشكرك، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت في كل حين أنك تسمع لي، لكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت لأؤمن بالذي أرسلني. يا عذر، هلما خارجا. مش فاهم انت ازاي لسه بتجادل في المعجزه الرهيبه اللي حصلت قدام عينينا. ده ومن سنه كان في القبر بقاله 4 أيام، شميت الريحه اللي خرجت من القبر وملت المكان، كانت عامله ازاي؟ لكن مش يمكن العذر ده كان ما كانش. انا وجماعه من اليهود رحنا زرنا العذر وهو على فراشه مرض، ولما مات دفناه على حسب شريعه موسى وحطيناه في القبر ودحرجنا الحجر عليه. العذر مات وشبع موت لاربع ايام كامله. عارف، لكن اعمل ايه؟ صعب الواحد يصدق حاجه زي دي، لأن الوحيد اللي ليه قدرة على إقامة الأموات هو الله. ومن الله اسكت، انت عايز تودينا في داهية؟ ما انت عارف الكهنة بيحاربوا يسوع ازاي وأتباعه. كلامه ما أثرش في حد خالص. شفت النصاري هو داخل أورشليم على جحش ابن أتان، الناس استقبلته ازاي؟ شفت سعف النخيل والملابس اتفرشت على الأرض قدام، وصنف العالي ابن داود مبارك الاتي باسم الرب. شفت، وشفت كمان ان اول حاجة عملها لما راح أورشليم انه راح الهيكل المقدس، طرد الباعة الجائلين وقلب موايد الصرفة واطلق الطيور وقلب كراسي باعة الحمام، رماها لهم على الارض. ولا الكهنة محدش فيهم قدر يكلمه او حتى يقربوا له، ولا حد من الباعة قدر يكلمه. كانت نظرة واحدة منه ترجعهم انطار الخلف، وقعد يصرخ ويقول بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة للصوص. يعني ايه بيت صلاة يدعى؟ ده كأنه بينسب بيت الله لنفسه. نصيري فتح على نفسه أبواب الجحيم كلها، كهنة وأتباعهم والتجار والعشرين، ضرب تجارتهم في مقتل. وانت عارف ان الكهنة ورا التجارة والأموال دي كلها؟ ده غير قضية يوم السبت. أنا نفسي أعرف النصيري ليه بيحب يكسر الناموس. طب تعال نتكلم بصراحة، لو يوم السبت الخروف بتاعك وقع في البير مش هتخرجه؟ ولا هتقول لما السبت يخلص أبقى أخرجه؟ نصيري بيقول إن الله خلق السبت للإنسان مش الانسان للسبت. ده اللي انا خايف منه، مشك ورا النصيري في كل حته، مال دماغك بكلام خطير، وكهنتنا بيقولوا عليه انه ساحر سامري، ده بيقولوا عليه انه رئيس شياطين. ده كلام فارغ، هو في شيطان بيخرج شيطان؟ وبعدين الكهنه محدش فيهم قدر يخرج شيطان واحد غيره منه، فتموه بالسحر والشعوذه. هو في شيطان بيقيم انسان من الاموات؟ دي حاجه في قدره يهوه بس. طب ليه النصيري بيحب ان كل اتباعه ومعارفه يبقوا ناس أشرار زناة خطاة وعشرين
ناس من أحط طبقات المجتمع اليهودي، لأنه بيقول إن الخطاة هم المحتاجين التوبة مش الأبرار، وإن المرضى هم المحتاجين الطبيب مش الصحيح. بعدين أنت بتهاجمه ليه وأنت من عامة الشعب؟ أنا مش بهاجمه، أنا بس مش فاهمه. أنت مش عاوز تفهمه لأنك خايف من الكهنة وسطوتهم زيك زي آلاف من اليهود. النصيري، النصيري ده مش ساحر ولا رئيس شياطين، الإنسان ده الله بيسنده بقوة غير عادية. مين ده؟ إن الله يهوى بيسنده بقوة غير عادية. أهلاً أهلاً برؤساء الكهنة، أهلاً. ما قلتليش مين ده الإنسان إلا الله يهوى بيسنده بقوة غير عادية. اوعى اوعى تكون تقصد حنا المعمدان النبي المزيف ولا الناصري المجدف الملعون. لا 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 ابدا، هو ما كانش يقصد ده، احنا كنا بنتكلم عن ايليا النبي العظيم، مش كده ولا ايه؟ الناصري ده انسان مجدف، ده انسان خطر. ليه رئيس الكهنة معتبرينه خطر؟ ده انسان صالح بيعمل معجزات شفاء، بيقيم موتى وبيخرج شياطين. ما هو برئيس الشياطين يخرج الشياطين. اسمعوني كويس، الانسان ده انسان مجدف بيكسر شرائع موسى واوضح شريعة يوم السبت، لكن الموضوع ده هيخلص، والنهاردة في الهيكل المقدس ده هنحاوره وهنثبت له غلطه. سامعين؟ يلا بينا. الله يهوى يكون معاكو ويسدد خطاكو. انت ايه يا اخي؟ مش هتقدر غير لما نروح في داهية؟ انت مش هتقدر حد لما نترجم؟ يلا بينا من هنا. رايح فين؟ انا مش ماشي من هنا غير لما اعرف هيعملوا ايه مع الناصري، ولازم اعرف الحقيقة فين. انا لازم اعرف الحقيقة فين. انا عارف، انا عارف ان احنا هنروح في داهية على ايدك. جمد قلبك كده امال. اجمد قلبي ازاي بس؟ شوف يا صاحبي، انا دايما بطوعك، نسرق بنسرق، نخطف بنخطف، نضرب ايه بنضرب، نجري ونهرب. رايح فين؟ هتسيبني وتهرب؟ صراحة خايف، خايف من الجحيم اللي هيتفتح علينا لو اتقفشنا. لا انا حاسس ان ركبي مزغللة وعليا بتترعش. ايه حاسس بايه؟ قول تاني كده. ايه حاسس اني تعبان، في حاجة توجعاني. ركبك مزغللة؟ خلاص بقى، روح لهم في البرية ركبك مزغللة. خلاص بقى دي مزبا. الله ما تروحش تقول، بس خليك فاكرها. شوف لما اقولك احنا بكرة هنحكي للناس عن شجاعتنا. يوه ازاي كنا في قلب الهيكل المقدس وخرجنا زي الشعرة من العجين. ده لو خرجنا النهاردة هعرف اذا كان هو ده المساء المنتظر ولا مدعي. اهو الناصري جاي، اهو الهيكل والجموع محيطة بيك العادة. انت رحت فين؟ ها؟ رحت فين؟ الراجل ده انا شفته فين قبل كده؟ وده وقته؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ اسمع، ايه ده؟ ايه اللي جاي هناك ده كمان؟ ده من الصدوقيين بتوع مفيش حياة بعد الموت ومفيش قيامة من الأموات. أنا مش فاهم، لما هم لا بيأمنوا بقيامة أموات ولا حياة بعد الموت جاي الهيكل يعمل إيه؟ أنا مش عارف يا رئيس الكهنة. أهو الناصري جاي هناك أهو، والجموع محيطة بيك العادة. دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن المثل هؤلاء ملكوت السماوات. أنت
انت ازاي بتعلم في الهيكل المقدس؟ وباي سلطان بتعلم؟ ومين اللي ادالك السلطان ده؟ وانا كمان هسألكم سؤال واحد، لو جاوبتوني عليه هقول لكم باي سلطان انا بعلم في الهيكل المقدس. معمودية يوحنا كانت من السماء ام من الناس؟ معمودية يوحنا كانت من ال كانت من ال هتجاوبوش، لاننا لو قلنا له من السماء هيقول لك ما منتوش بيها ليه، ولو قلنا من الناس الشعب هيصور علينا لان هما بيعتبروا يوحنا المعمدان ده نبي. امال اقول له ايه يا رئيس الكهنه؟ احنا ما نعرفش معمودية يوحنا دي كانت منين. وانا كمان مش هقول لكم باي سلطان انا بعلم. انسان كان عنده ابنين، راح لابنه الاول وقال له يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فجاوبه ابنه الاول وقال له لا اريد ان اعمل يا ابي، لكنه ندم وراح للعمل. كان الاب راح للابن التاني وقال له يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فجاوب الابن التاني وقال له ها انا ذاهب يا ابي، لكنه لم يمضي ولم يذهب للكرم. فأي من الابنين عمل مشيئة الأب؟ الابن الأول طبعا يا رئيس الكهنة. الحق أقول لكم أن العشرون والذوان يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. إيه؟ لأن يوحنا جاء في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشرون والذوان فأمنوا به، وأنتم للنهاية ما أمنتوش وما ندمتوش. ده بيقصدنا احنا يا رئيس الكهنة؟ غالبا. شفت رده العجيب؟ ابعت له تلميذك. يا معلم، نعلم انك صادق وتعرف طريق الله والحق ولا تنظر لوجوه الناس، فقول لنا اجوز لنا ان نعطي الجزية لقيصر ام لا؟ لماذا تجربون يا مرؤون؟ أريني معاملة الجزية. معاملة الجزية الدينار. لمين الصورة ولمين الكتابة؟ لقيصر. إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. شكرا يا معلم. يا معلم، موسى قال إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم له نسل. فكان عندنا 7 إخوات، تزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك مات الثاني والثالث إلى الأخ 7. وبعدما مات 7 إخوات ماتت المرأة. ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة لأنها كانت امرأة للكل؟ تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونوا كملائكة الله في السماء. أما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم أبداً اللي قيل من قبل الله أنا إله إسحاق وإله إبراهيم وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء. أرينا يا معلم، إيه هي الوصية العظمى في الناموس؟ تحب رب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، والثانية مثله، تحب قريبك كنفسك. بالوصيتين دول بيتعلق الناموس كله والأنبياء. تفتكروا مين هو المسيح؟ ابن مين هو؟ المسيح ابن داود. تمام يا رئيس الكهنة، المسيح ابن داود. لو كان المسيح ابن داود يبقى ازاي داود بيدعو المسيح بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك؟ اذا كان داود بيدعو المسيح بالروح ربا
فازاي المسيح يكون ابنه؟ المسيح ابن داود اكيد، لكنه كان بيقوله يا رب عشان داود كان بيقصد كان بيقصد على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وفعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحذمون أحمالا ثقيلة عثرت الحمل وضعنا على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بأصباحهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي يمجدهم الناس، لذلك يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. أم أنتم فلا تدعوا سيدي سيدي، لأن معلمكم واحد هو المسيح، وأجبركم أجبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. أنت بتقصد الكهنة ورؤساء الكهنة بالكلام المهين ده؟ ومين اللي تقصده بالمسيح اللي بيكلمهم؟ تقصد نفسك؟ ويل لكم على الكتب الفريسيون المراعون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. إحنا ويل لكم على الكتب الفريسيون المراعون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل والعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. إحنا ناخد دينونة أعظم؟ اسمعوا للآخر الكلام، ما يكونش بالطريقة دي. احذروا الكذب والتكذيب. ويل لكم على القادة العميان القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، لكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ من حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. احنا معلمين الناموس مش انت. ويل لكم يا الكتب الفريسيون المراؤون، انكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم اثقل الناموس، حق الرحمة الايمان. اي القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. ويل لكم يا الكتب الفريسيون المراؤون، لانكم تنقون خارج كأس والصحفة، وهم الداخل مملوعان اختطافا ودعارة. ايه دعارة واختطاف دي؟ احنا قد عميان. احنا ايها الفريس الاعمى، ايها الفريس الاعمى، نقي اولا داخل كأس والصحفة لكي يكون خارجهما نقيا ايضا. ويل لكم ايها الكتب الفريسيون المرعون، انكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شركناهم في دم الانبياء. انتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء، فاملأوا انتم ايضا مكيال ابائكم. ايها الحياة يا اولاد الافاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ مجدف ملعون هتتحاسب. لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل البار إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم أن كل هذا يأتي على هذا الجيل. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء ورجامة المرسلين إليا، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابة، لأن أقول لكم إنكم لن تروني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. شكلك اتجنن. استنى يا رجاله، استنوا، رايح فين يا مجنون انت؟ النصيري عمل ثوره في اورشليم كلها، والنودروما مش هيسكتوا، اكيد هيدخلوا في الشغب ده. جه وقت الهرب. النصيري عمره ما كان بتاع ثورات، ولا عمره كان بتاع مشاكل. خليك معايا ونروح وراه. اسمعني بقى يا ديباس، لو رحت ورا النصيري يبقى كل واحد فينا من سكه. هتسيبني وتمشي؟ ايوه خلاص بقى، سكتنا واحدة يا صاحبي. لا، سكتنا ما عادتش واحدة يا صاحبي، خلاص.
كمان وهتفضل طول عمرك كمان. خليك قضي حياتك كلها في السرقة والقتل، حياة تافهة من غير أي معرفة. وهتفيدك بإيه المعرفة يا ديماس؟ ديماس مين؟ أنت أكيد غلطان. لا يا حبيبي أنا مش غلطان، أنت صورتك هنا اتحفرت ومن سنين طويلة يا حبيبي. أنا مش عارف أنت تتكلم عن إيه بصراحة. نسيت جرايمك في حق الهيكل وذهب الهيكل وأموال الهيكل يا ديماس؟ أنا مش فاهم أنتوا ليه مصرين تنادوني بالاسم ده. ما تحاولش تنكر يا حبيبي. أنكر إيه بس؟ أكيد في حاجة غلط. تقسم بذهب الهيكل المقدس إن أنت مش ديماس؟ أقسم بذهب الهيكل المقدس أنا معرفش ديماس. الظاهر إن كنت غلطان يا رئيس الكاهن، كنت هظلم إنسان بريء. أنا غلطان. هقتلك. امسكوه. هقتلك يا ملعون. هديك زهرت على حياتك الهمجية المتوحشة. امسكوه. هموته. هتقتل مين؟ هاتولي المجرم التاني. شفت؟ الظاهر ان سكتنا واحدة يا صاحبي. الجحيم اسوأ من الجحيم، وحق قربان الهيكل المقدس لعل الناصر الملعون ده الصليب. فمن الخير ان يموت انسان واحد على ان تهلك الامة كلها، وعلاك انت ملعون على يمينه وانت كمان على شمال. ارجوك يا رئيس الكهنة بلاش الموتة دي، موتني اي موتة تانية، بلاش الصليب ارجوك. ده احنا اقسمنا بذهب الهيكل المقدس يا حبيب. يا رئيس الكهنة بلاش الموتة دي، اتوسل اليك بلاش الموتة دي. يمكن أكون قاتل، زاني، حرامي، لكن مش زي رومانيين بيقولوا عليا أنا سفاح، وهم قتلوا ونهبوا واخترصبوا في بلاد بحالها، وفي الآخر أنا ترمي الرمية دي. معلش يا برباص، معلش اصبر. نزل ايدك دي. الله، نزل ايدك دي لا توحشك بقولك. قلتلك ادخل قدامي من غير كلام كتير. طب بالراحة. طيب الله بالراحة. قلتلك ادخل بقى وخلصنا. الله ما تزوقش، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ يعني هكون بكلم مين يعني يا اخوي؟ مرعب البرية مثلا؟ واكتر كمان. اكتر؟ طب روح اقعد هناك بقى، روح. الله، وما عادش هتعمل ايه يعني؟ هوريك هعمل فيك ايه. لوجينوس قاعد المياه. ايه ده؟ في ايه؟ الله الله الله. ايه ما عادتش. ايوه هنقطع لسانك يا لهوي، ودرميد الكلاب على اسوار المدينة. قلت ايه؟ هتقعد بالذوق ولا لا بلاش ولا دي؟ حاضر كل اللي تمر بيه ننفذه. في ايه جبان؟
انا جبان. ماشي انا جبان. ايه يعني من زمان بيقولوا لي يا جبان؟ خد يا جبان هنا، الجبان راح، جبان جه، ايه المشكله يعني؟ ما فيهاش حاجه. طب كويس انك اعترفت، يلا بينا. بس انا مش هسكت. ايوه مش هسكت، انا اوريكم رومانيين، انا هشتكيكم لقائد المياه. الغباء ده، ما قال هو قائد المياه؟ الله، انا هشتكيكم لبيلاطس ذات نفسه، هشتكيكم لكهنة اليهود واحد واحد، بدقنه بلبسه بكل حاجة. انا هوريكم انا هيتعمل فيها كده. انا اللي كنت بنايم الصحراء من غروب الشمس اتهالي الاهانة دي؟ لا لا، ده انا مش هسكت. اوعى. لا ما هو مش طبيعي على فكرة، مش اول مرة نتسجن، اول مرة عشان نتهالي الاهانة ونتدرب ده. لا لا، خد بقولك هنا تعالى. لا لا، حاجة غريبة، كل جندي معدي بقى هيفتح الزنزانة يلطش ويمشي ليه يعني؟ لا حاجة غريبة صحيح، ولا ايه رأيك يا اخينا انت في الموضوع ده؟ مين؟ براماس؟ ايه اللي جابك هنا؟ لا ما بتسلمش. طب ماشي، عملت عنه مصيبة. قول عملت ايه؟ سرقت ايه؟ جندي روماني؟ لا اكيد ضربت حد من رؤساء كان. قول. الله، اوعى يكون مسكوك في زاد الفعل وانت في سنك وشيبتك دي. ياه، ده بيقولوا كان عليها 7 شياطين والنصيري قال قبلته وخرج الشياطين اللي عليها، وبعد كده بيقولوا قال ايه بقت كويسة بس ما رجعتش تاني للي كانت، بس بيقولوا بقت ست زي الفل دلوقتي وكمل ست محترمة محترمة. عايز تعرف انا هنا ليه؟ نعرف. انا هنا عشان قتلت. اه، واللي يقتل مرة ممكن يقتل اتنين. طبعا، وماله، ما احنا كل قاعدين هنا يا براباس بنضحك مع بعض يا جدع. اسمع. نسمع. تقعد ما اسمعش ولا كلمة. وإلا اقسم بشرفي. حلو، اقسم بشرفي. بقولك اقسم بشرفي. اقسم بيه هو بتاعي. اقسم. هقطع لسانك ده وارمي لي الكلاب. الله، انا مش فاهم الموضوع لساني اللي كل قاعد يقول لي اقطع وارمي كلاب. انا مستنيه لساني تاكله، انا مش فاهم فيه ايه بجد. ولا كلمة. حاضر حاضر، لو سمعت كلمة تاني هخرج لسانك ده من حنكك وعيشك اخرس طول عمرك، فاهم؟ جبان. وبعدين تريد هناك اليوم اللي مش فايد ده، كل واحد هيضرب بقى شوية. ماشي ماشي، انا مش هسكت. وادي واحد تاني اهو، واضح ان السوس البرية كلها اتجمعت النهاردة. دوختنا وراك يا ديماس. ولا كنتوش عمرك اتعرفت وقبضوا على ديماس لولا كهنة اليهود. بس معلش، كان مسيرك هتقع في ايدينا، ما كانش النهاردة هيبقى بكرة. احلم احلم يا قائد المئة، احلم مع جنودك الفاشلين. رد على قائد المئة كويس. لا مفيش داعي، الحكم هيصدروا عليهم النهاردة، هو وصاحبه ملعون اللي هناك ده. ملعون اللي هناك ده في ايه؟ اتكلم يا براباس، بيقول عليك ملعون وساكت وبتتشطل عليا انا وهطلع لسانك. اضحك زي ما انت عاوز، بعد شوية هتبكي بدل الدموع دم. وكمان هتبكي يا جدع، ده انت هتتنفخ. اوعى بقى. يلا بينا. رومانيين ملاعين، فاكرين نفسهم اقوياء وهم شوية شياطين. هما برضو. انت السبب، انت السبب يا دي بس في كل اللي احنا فيه ده، خبوتك وصلابة مخك. يا ما قلت لك بلاش السكة دي، احسن نبعد عن السكة دي. وانت مفيش فايدة. اللص الامين. هي فعلا غلطتي، هي فعلا غلطتي ومتأثر قوي. ده اللي انت قادر تقوله دلوقتي؟ انت مش شايف الرمية اللي احنا مرميينها؟ ده احنا ممكن يصدر علينا حكم النهاردة، ومش بعيد تكون نهايتنا الصليب. عايزة ما تكون بقى كل شوية تقولي الصليب الصليب، وانا في ايدي ايه اعمله؟ تعرف الحاجة الوحيدة اللي اتحققت، ان سكتنا فعلا واحدة يا صاحبي، الجحيم الجحيم الجحيم. هو الجحيم ده مستنينا احنا بس؟ الجحيم ده مستني شعبنا كله، شعبنا اللي نسي اله موسى وابراهيم واسحاق ويعقوب، وبيطلب من الرومان الحماية والخضوع. ده حتى كهنة اليهود، كهنة اليهود بقى عملاء للرومان. اهلا يا ديماس، شرفت الزنزانة، وحشتني فلسفتك عن اليهود اللي مستني المسيا. سمعت عن النصيري؟ محدش يجيب سيرته قدامي، هو السبب في كل اللي احنا فيه النصيري ده.
انت سمعت عنه يا برباص؟ يا ريتك كنت شفته، يا ريتك كنت شفته وهو في الهيكل وهو بيخلص طار الشعب من الكهنة اليهود. نصيري ده عمل معجزات وقال للأساطير، لكن مش هو ده المساء المنتظر. احنا عايزين واحد زي داود، زي يشوع، فاوت إليا، قائد حرب يقودنا، مش واحد جاي عمال يتكلم عن التسامح والمحبة. لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش. لكن ما تنكرش ان معجزاته حقيقية. سمعت عن ابن تيرس ولا ابن أرمالي اتنين؟ لعذر، لعذر ده انا شفت بعيني 4 أيام في القبر وانتن. المعجزات دي ما حدش يقدر يعملها غير الله، غير الله. غير مين انت؟ انا برضه فقدت كل ثقتي في النصيري. النصيري النصيري النصيري، ما كفايه كلام عنه بقى، مش لما يمسكوا الاول يبقوا يعاقبوه. انا سمعت من جنود رومان قاعدين جنب الزنزانه انه بيتحاكم دلوقتي قدام الوالي بيلاطس، ومش بعيد نسمع كمان شويه انه في طريق للصليب. ايه الصليب؟ ايوه الصليب، كانت اليهود اثبتوا عليه تهمه التجديف. ده بيقول عن نفسه ان ابن الله الحي. ابن الله الحي؟ اه لا، ده اتجنن بقى، ده اتجنن انه يستاهل الصليب بجد. اكيد كان الله انقذه. شفت؟ قلتلك ان النصيري ده مش هو المسيح. انت بتتكلم معايا ليه؟ انا مش طايق، مش قلتلك كل واحد فينا متسكه؟ ابعد عني بقى. عندك حق، انا غلطان، لكن انا ما غلطتش لوحدي، نصيري كمان غلطان. غلطان انه ما استغلش الشعب لما كان عايز ينصبه ملك على اسرائيل، غلطان انه رفض الملك الارضي، وانا مش فاهم ايه السبب. سبب ايه؟ سبب ايه؟ باراباس. ايه؟ ما حد جه؟ ما تخافش يا باراباس، احنا في عيد الفصح والشعب من حقه يختار اسير محكوم عليه يخرج براءة. ما عندناش غيرك انت والناصري، والشعب هو اللي هيختار ما بينكم. قدامك فرصة للحياة، هاتوه. أنا والنصري؟ مش معقول، مش ممكن، هتفلت منها براباس؟ مجرم حقير ملعون، أنا عارفك وعارف كل أفعالك. قول ده، عارف إنك لص وقاتل، تفلت منها أنت، تفلت منها أنت وإحنا لاقي ليه؟ ها؟ أنا نصك أنت كمان. ابعد من هنا، أقول لك استنى، عندي ليكم خبر مؤكد. إيه؟ الحكم صدر عليكم، خلاص صدر عليكم الصليب. حانت لحظة المواجهة، نفذوا أمر صلب فارق اليهود. ارجع لورا، كله ارجع لورا، اصطفوا، ارجعوا اصطفوا، كله ارجع، ارجعوا.
أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ايه ده؟ ايه اللي مكتوب على صليب الناصري ده؟ مش ممكن يكون هو ده ملك اليهود؟ اكتب انه هو اللي قال انه ملك اليهود. الوالي بيلاطس قال اللي انكتب انكتب. يعني ارجع لورا، كله يرجع لورا، ارجع لورا. يا ناقد هيكل الله وبانيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك وانزل من على خشبة الصليب. انزل من على الصليب لو كنت ابن الله. شفتوا كلكم خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه. لو كنت أنت فعلا ملك إسرائيل انزل وإحنا نؤمن بيك. اتكل على الله فلينقذه الله حالا لو أراد. مش هو قال إنه ابنه؟ إلهي إلهي إلهي، لما تركتني؟ ده بينادي على إلي. مش عارف رئيس الكهنة. يلا بينا من هنا. لا. الدنيا اسلمت، محدش يمشي، اثبتوا مكانكم، الناس بتوصلكم. لو كنت انت ملك اسرائيل خلص نفسك وانزل من على صليب العار. ايه ده؟ استنى انت وهو، انا ماليش نصيب معاك ولا ايه؟ احنا هنكتر عليه لانه توب واحد. انا عارف حظي كويس. خد حظك. رايح فين انت وهي؟ دي ام يسوع الناصري. ممنوع، اسمح لها بالدخول. لكن يا قائد الماء الاوامر بتقول. انا هنا اللي بقصت على الاوامر. أما العالم فليفرح بقبوله الخلاص، أما أحشائي تلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت الصابر عليه من أجل الكل. يا إني وإلهي، لو كنت انت المسيح ما تخلص نفسك وتخلصنا بدل صليب العار ده. يا اخي
يا أخي أنت ما بتخافش من ربنا؟ إحنا اتصلبنا لأن ده العدل، لكن هو ما عملش أي حاجة. مقدس عندهم، اكسروا ثقلهم، اكسروا ثقال المصلوبين. قائد لونجينوس ملك اليهود مات فعلا بالسرعة دي؟ أتأكد؟ لا أنا هتأكد بنفسي. طب ازاي؟ هو ده الحي الميت.
حقا كان هذا هو ابن الله. خلاص خلاص كده يا دماس، حياتنا على الارض خلصت. يسوع سكتنا سكتنا واحدة يا صاحبي. سكتنا واحدة يا صاحبي. ايه ما بتردش ليه؟ لاني مش رايح الجحيم. جحيم. دماس دماس ما تمشيش وتسمنا. دماس دماس كان منعهم يشوفوك يا يسوع. املأ قلوبهم سلام، حول خوفهم امان، انت ملك الملوك يا يسوع. خليه الضلمة نور، خليهم يعدوا السور، كان منعهم يشوفوك يا يسوع. املأ قلوبهم سلام، حول خوفهم امان، انت ملك الملوك يا يسوع. ولما تعبوا احتاجوك، راجع انا وبدور عليك، مهتم بكل اللي تاه واللي ضاع في الحياه، واللي تعبان ينادي عليك. مشيوا زمان وسابوك، ولما تعبوا احتاجوك، راجع انا وبدور عليك، مهتم بكل اللي تاه واللي ضاع في الحياة، واللي تعبان ينادي عليك. طريق مطوع في
في الضلمة هناك مشيوا في طريق مقطوع